بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النشيد مبادرة من الفنانة القديرة أميمة من تندني على شرف الأسرة الفضيلة، أسرة الشيخ خيام والشيخ سعد والشيخ محمد فاضل. الكلمات وغناء الفنانة أميمة من تندني، ومن ألحان الموسيقار عبد الله العمريكي. أنا الشيخ خيام حقي فيه المورد للشاه فعلى العليين منين بدعم الصافي. الشيخ خيام حقي فيه المورد للشاه ما هو فعلى العليين فيه المولد للشام ما هو بعد العديين.